مشاهدينا الساعة دلوقتي 9، معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا. تفضلي يا لميا. شكرا لك منى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر المقبل. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا آخر بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في الدور العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول يوم 3 أكتوبر المقبل. أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات. وخلال مؤتمر صحفي أكد المستشار حمزة أنه سيتم تلقي طلبات الترشح للانتخابات من 5 وحتى 14 أكتوبر المقبل. كما تم تحديد 1 ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج ولمدة 3 أيام، على أن تجرى في الداخل في 10 من الشهر ذاته وتستمر لمدة 3 أيام، وتجرى جولة الإعادة في يناير المقبل، وتنتهي الإجراءات بالإعلان للنتيجة النهائية في 16 من الشهر ذاته. أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي قامت به قوات الحوثي ضد قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين والتي تتواجد ضمن قوات التحالف العربي المشتركة أو المشاركة في عملية عاصفة الحزم، وهو ما أسفر عن استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى أثناء تأديتهم لمهام الواجب الوطنية. وتقدمت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا، وأيضا لذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر، داعية إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقيم خياراتها المختلفة بشأن مستقبل وجودها العسكري في النيجر غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارة لكينيا أن واشنطن ستواصل تقييم أي خطوات مستقبلية من شأنها إعطاء الأولوية لأهدافها الدبلوماسية والأمنية في النيجر. وكان البندكون قد أعلن في 1 سبتمبر الجاري أنه سيعيد تمركز قواته البالغة نحو 1100 جندي جراء كإجراء احترازي عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا. أعلن البيت الأبيض أن 7 ملايين شخص يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية للنساء والأطفال قد ينقطع التمويل عنهم بعد تعذر إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة والتي تحدد ميزانية الإدارات للسنة المالية المقبلة. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن ندوب صندوق الطوارئ الفيدرالي سيحدث خلال 4 أيام، ما يتعذر معه تشغيل برنامج المساعدات الغذائية للنساء والأطفال. ويتهيأ ملايين الأمريكيين لتوقف الرواتب والإعانات الاجتماعية خلال أيام مع اتجاه الأمور في الكونغرس نحو إغلاق مؤسسات حكومية بعد عرقلة مساعي إقرار الميزانية. أعلن مسؤولون في ناغورنو كاراباخ مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة نحو 200 آخرين في انفجار بمحطة وقود. وأفادت وسائل الإعلام أن معظم المصابين في حالة خطيرة وسيجرى نقلهم إلى مكان آخر جوا، لأن كاراباخ ليس بوسعها تقديم العلاج الملائم لهم جميعا. رياضيا، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثلي في مباراة الزمالك وضيفه المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري الممتاز. سجل يوسف إبراهيم أوباما هدف أصحاب الأرض، بينما أحرز أحمد علاء هدف الفريق الضيف. بهذا التعادل رفع الزمالك رصيده إلى 2، في حين رفع المقاولون العرب رصيده إلى 1. تغلب بيراميدز على مضيفه البنك الأهلي بهدف دون رد في الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إبراهيم عادل ليرفع رصيد بيراميدز إلى 4 نقاط، بينما بقي البنك الأهلي بنقطة 1.
مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.